تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أمرت الأم ابنها أن يطلق زوجته، فهل يجب عليه أن يطلقها فإن لم يفعل كان عاقا؟ لا، إذا أمره والدها والدته بطلاق زوجته من غير سبب شرعي فلا يلزمه ذلك. أما إذا كان لسبب شرعي، لكونها مقصرة في دينها أو كونها تؤذي والديها وأحدهما فيطيعهما في ذلك. أما بدون سبب وإنما هو شيء نفسي فلا يلزمه، ما يلزمه أن يطلق. نعم.